بد لهذه الأمة، أمة أهل السنة، أن تجد وأن توجد من بينها قيادة علمية عامة في كل قطر من أقطارها، في كل ناحية من نواحيها. تجتمع الأمة على شخص أو على مجموعة من أهل العلم، هؤلاء تصدر الأمة عن رأيهم وتسير وفقا لإرشاداتهم، فهم يغذون السير إلى وحدتها وإلى نصحها وإلى المحافظة على لحمتها، يبينون الحق وينصحون الخلق. فإذا وجدت هذه القيادة العلمية الناصحة للأمة فإن هذا يؤذن باجتماع كلمة الأمة. إن من أهم أعمال هؤلاء الكبار أن يستعيدوا وجود التيار الإسلامي العام الذي تجتمع به أوصال الأمة، لأنه منذ تسلط الاستعمار على بلاد المسلمين فقد سعوا إلى تمزيق هذا النسيج الذي ربط الأمة بعضها ببعض، مزقوا ما يمكن أن نسميه بالتيار الإسلامي العام، فلم تجتمع الأوصال منذ ذلك الحين، وعملوا على إضعاف المؤسسات المجتمعية، مؤسسات المجتمع منذ تسلط ذلك الاستعمار على بلادنا، فقد سعوا بألوان وأشكال من السعي لتمزيق هذه الأمة في مؤسساتها، فنقلوا تبعيات هذه المؤسسات لجهات غير متخصصة من جهة، أيضا قضوا على الأوقاف التي كانت تنفق على مؤسسات المجتمع، مجتمع فيه مؤسسة دعوية ومؤسسة إفتائية ومؤسسة اقتصادية غير تابعة للدولة وإنما هي منتسبة إلى المجتمع. كذا سنوا قوانين من شأن هذه القوانين أن تضعف من أداء رسالتها، ولوا غير الأمناء على سدتها، فكانت النتيجة هذا الذي نعاني منه من تمزق ما يمكن أن نسميه بالرأي العام أو التيار الإسلامي العام الذي هو مترابط في الأصل بقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وبقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن إيجاد هذا التيار العام في كل بلد يقتضي أن يجتمع الناس، أن يجتمع الناس بعضهم إلى بعض، وأن يلتقي أهل العلم وأهل الدعوة وأصحاب الرأي والفضلاء والحكماء والمؤثرين أيا كانت تخصصاتهم لتجتمع بهم أوصال أمتهم، ليتصدوا من خلال هذا الاجتماع لهذه المهددات والأخطار والتحديات. أيضا من الأولويات حتى لا ننسى إطلاق خطاب النهضة الشامل. الدعوة إلى الله ليست فقط قضية دينية وإنما هي قضية دينية اجتماعية، وهي قضية علمية وعملية، فلا بد من أن يعتني الدعاة بمواجهة أمراض التخلف والفقر وضعف التقنية والبطالة والمرض والاستبداد والفساد الذي يعيث في ربوعهم. هذا يقتضي من الدعاة إلى الله أن يعتنوا بالتأصيل والمنهجية من جهة، وأن يعالجوا المشكلات الواقعية في بلادهم وفي مجتمعاتهم من جهة أخرى، ويجتهدوا في هذا على أساس من التجديد الذي لا يخل بالثوابت ولا يجمد على الموروث من الوسائل، فهم يتصلون بالأصل ويراعون مقتضيات العصر، هم في ذلك يسعون لتجديد الدين في نفوس أهله، في نفوس أهل الإسلام، بإعادة الثقة إلى هذا الدين من خلال ما يقوله علماء هذا الزمان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم وأن يسددهم لخير ما يحب ويرضى.